السلام عليكم. كيف تتحصل على ملف التاكس للتطبيقات اللي بتعمل فيها؟ شاهد معايا الفيديو الاخر من خلال الهاتف حقك. اولا ندخل على تطبيق جراب هاب. هذا تطبيق جراب هاب درايفر للسائقين. بنمشي على اكاونت على اليمين بالاسفل، ندخل على بيرسونال انفورميشن، وبننزل اسفل الصفحة بتلقى تاكس فورم انفورميشن 1099. هذا زي ما شايفين هنا العام 2021، عشان نحن نجيب فايل حق السنة اللي بعدها عشان نفيل اللي هي 2023، نضغط على change the year وبنختار. اذا انت في نفس المشكلة اللي انا فيها، ما موجودة السنة 2023، الحل كالآتي: بنعمل نسخ للإيميل اللي موجود، هذا بترك لكم أسفل الفيديو، تقدروا تواصلوا مع السبورت عشان ينزل لكم التاكس في الإيميل حقكم. تقدروا تعملوا داونلود وتشيلوا هذا الدوكيومنت، تودوه للمحاسب القانوني الخاص بالضرائب، بعدين بيفيل لكم الضرائب. هذا هو درايفر 1099@grubhub.com. بعمل لكم نسخ وبترك لكم أسفل الفيديو عشان تتواصلوا معهم. تقدروا تنزلون ملف التاكس للعام 2023، لأنه في التطبيق حق جراب هاب ملف التاكس للعام 2023 غير موجود. السنة الوحيدة موجودة هي 2022. نرسل لهم إيميل كالآتي: بنعمل تو، مسجل الإيميل حقهم، وبنكتب هنا 1099/2023، وبنكتب لهم إيميل: Good afternoon, could you please send me 1099 file tax for the year 2023. نكتب لهم بالأسفل best regards، وبعدين اسمك، وممكن تضيف رقم الهاتف حقك phone number، ونضغط على إرسال. كده كملنا جراب هاب. نمشي نشوف الملف حق دورداش. ندخل على تطبيق دورداش ونمشي على home screen، نمشي على اكاونت، نمشي على كل شخص دخل اضافي في دورداش او في جراب هاب او في يوتيوب او في تطبيق شابر او في اي تطبيق من التطبيقات المفترض يعمل فايل تاكس. واذا تريدون تتاكدون اكثر، يفترض ان تتواصل مع المحاسب القانوني الخاص بالضرائب بك. فهنا زي ما شايفين عندنا: if you have earned 600 or more in 2023, if you are a dasher, you will need this form to file your tax. فراح ندخل معلوماتي عشان يرسلوا لي tax document to my account to my address. هذا جاني الرد من جراب هاب: hello الفاتح, we received your email request. Someone from our team will get back to you as soon as possible. Thank you. هذا رد الكتروني منهم. بنمشي على your account، وبعدين نمشي على tax form في documents، نختار هنا 2023. we will list your document here. بعد ما نزلوها بتنزل هنا. اذا ما لقيتها هنا بتلقاها في الايميل. ممكن تفعلون الشحن عشان يرسلوها لكم لعنوانكم اذا كانت في مشاكل اونلاين. لو شفنا 2022 بكون موجود هنا، هذا بتاع السنة الماضية. هذا متوفر هنا من يوم July 1, 2023. فإذا تأخر، أنتم مفروض تعملوا تفعيل خيار الشحن عشان يرسلوا لكم لعنوانكم. هذا بالنسبة لدورده أمازون فيليكس. نمشي على المنيو، بعدين نمشي على setting، بعدين نمشي على personal information tax information، بعدين بنعمل copy لللينك الموجود هذا بالأسفل، وبنعمل بيست في جوجل عشان نعمل داونلود للفايل تاكس. فاول شيء نتأكد، اول شيء هنا فوق لو انت عندك حساب مبيعات بيكون ظاهر لك بالاعلى، هذا حساب السيلر سنترال لو انت بتبيع على امازون. فاذا نو فورم افيلبل، لو ما في شيء افيلبل فانت خلاص غير مطالب انك تفيل. فنشوف الثاني، هذا حساب كندل على امازون، نشوف لو عندي مبيعات في كندل ظاهر لي فايل تاكس ولا لا. انبلوك tax profile update tax profile، فهنا كمان ما عندي شيء. بعدين نشوف على امازون لوجيستيك، عندنا في find no available for download، ما في كمان هنا. بعدين اخر شيء نشوف ميرش باي امازون. انا حاليا هنا
ما عندي تاكس على امازون. اذا في تاكس وما ظاهر له اونلاين لاي اسباب تقنيه هم بيرسلوا لك الفورم على عنوانك على البريد حقك. اذا ما وصلت منهم اي بريد لازم تتواصل معهم في اقرب فرصه ممكنه. بالنسبه لليوتيوبر كيف تلقى فائل ملف التاكس؟ تكتب تاكس فورم 2023 يوتيوب, بنمشي على البيمنتس من داخل حسابنا في جوجل ادسنس, ونمشي على مانج سيتنج, ونمشي على مانج تاكس انفورميشن. بعدين مانج سيتنج, مانج سيتنج, نمشي على مانج تاكس انفورميشن, مانج تاكس انفورميشن, نختار السنة 2023. وزي ما شايفين هنا الدوكيمنت نزلوه في تاريخ جانوري 25 2024, في الشهر الماضي. بعدين بنضغط هنا على 1099 ونعمل كونتينيو, وهذا هو الملف الخاص بالعام 2023 لليوتيوب. وكذا نعمل نرسله على الشخص اللي مسؤول عننا للضرائب, او ممكن ترسله في ايميلك وتعمل داونلود, ترسله بصيغه PDF. وكذا نكون انتهينا لملف التاكس لهذا العام 2023. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تعمل لايك وشاركه مع اصحابك, والتوفيق لك في امان الله.